صاحبتها لها أعراض تظهر وتبان. اللي في راسه يلاقي صداع، واللي في عينه يشوف أوجاع من بره أو جوه القاع، واللي يقولك أنا عيان، واللي يحس بسخونية أو تموت سن شوية، واللي يقولك رجليا مش شايلاني يا عم فلان. وعشان كده عاملين فزورة ومعانا خليك في الصورة، وشاركنا حل الفزورة يلا طول أيام رمضان، وتابعنا على صفحتنا وحتبصم مع بصمتنا ونحافظ على صحتنا والمعلومة برضو تبان. وتابعنا على صفحتنا وحتبصم مع بصمتنا ونحافظ على صحتنا والمعلومة برضو تبان. فوزير معلومة طبي، بنقدم وصف للحالة المرضية مع صورة تسهل معرفة المرض، وعليك التعرف على اسم المرض، وتجمع الحلول في نهاية شهر رمضان المعظم وترسلها على الإيميل المكتوبة في تتر نهاية، والجوائز كشف مجاني لأولى 3 فائزين. مرض طفيلي ينقله البعوض ويصيب الأوعية الليمفاوية ويسبب انسدادها، وقد لا تظهر أعراض في معظم الحالات، ولكن تتضرر منها الكلى والجهاز الليمفاوي، وفي بعض الحالات تتضخم الساق والفخذ كما في الصورة. فما اسم الطفيل؟ كل يوم في رمضان سنقدم فزورة عن مرض شائع، أجمع الحلول بالترتيب وفي نهاية الشهر، ابعتها علي الإيميل المكتوب في نهاية الحلقات، والجوائز كشف مجاني لأول 3 فائزين. إلى اللقاء بكرة، إلى اللقاء بكرة، مع معلومة مفيدة مفيدة، مع فزورة جديدة جديدة، مع معلومة مفيدة مفيدة، مع فزورة جديدة.